خلونا نروح لخبر تاني في الشأن الداخلي بقى. النائب مجدي أجينا عضو مجلس النواب طالب بمنع البوس بين الرجاله، وطالب وزير الاوقاف باصدار منشور للدعاه والائمه يناشد الرجال بمنع البوس. طيب احنا معانا سياده النائب مجدي أجينا عضو مجلس النواب والذي طالب بمنع البوس. سياده النائب، هو انت ليه مش عايز الناس تبوس بعضها؟ لا، سامع الصوت سيء جدا. حضرتك سامعني دلوقتي؟ ايوه كده افضل. طيب الخبر اللي حضرتك يعني متصدره النهارده انه حضرتك طالبت بمنع البوس بين الرجال، وطالبت وزير الاوقاف باصدار منشور للدعاه والائمه بمناشده الرجال بمنع البوس. هل الخبر ده صحيح؟ صحيح يا فندم. طيب اولا سؤالي هو حضرتك ليه مش عايز الناس تبوس بعضها يعني الناس ما تسلم على بعضها وتبوس بعضها، هل ده حرام؟ سيادة النائب حضرتك سامعني؟ الو، ايوه احنا مع حضرتك يا سيادة النائب. حضرتك بتحرم البوس بين الرجالة وبعضها؟ يعني لو حضرتك قابلت واحد صاحبك شايف انكم تبوسوا بعض ده حرام؟ سيادة النائب مش عارفة حضرتك سامعني ولا لأ، بس يعني هو تصريح يعني فأنا فيه عن طيب من تصريح بعض طيب المستشفيات ووزارة الصحة إن التحام وجوه الرجال بعضها البعض بيسبب عدوى وبيسبب انتقال للامراض ولبعض الفيروسات ولبعض الامراض الجلديه، ودي عاده سيئه. انا شايف ان احنا لو منعناها مش هتضرنا في حاجه او مش هتقلل مننا في حاجه، لكن هتحمي لو من كل مليون واحد بيقابلوا بعض ويسلموا على بعض وبيبوسوا بعض 10 منهم او 20 منهم بس انتقلت لهم العدوى. لو منعنا العاده السيئه دي وانقذنا ال10 او ال20 او ال100 من انتقال الامراض والفيروسات الكبديه وخلافها، اعتقد ده هيبقى شيء جيد لمصر، وخصوصا ان مش مكلفنا شيء. دي عاده سيئه زي التدخين، زي الكذب، زي الحاجات دي. لكن التدخين بنقاومه ومش قادرين نبطله، او المدخنين مش قادرين نبطله. طب سيادة النائب حضرتك لما بتشوف واحد صاحبك بتسلم عليه وتبوسه، ولا حضرتك يعني شخصيا ما بتعملش كده؟ سيادة النائب مجدي عشان أبوس الناس فعلا، والناس بتبوسني وأنا مش بتكلم عليها بصفة شخصية. لكن أنا أبوس يعني أنا تم أنا أسلم عليه باليد، وده تعليمات وزارة الصحة، وده برضو تعليمات الدين بتاعنا، إن إحنا طالما بنعمل عادة سيئة والعادة دي أي شيء بتعمل إحنا بنعمله أو الناس بتعمله بيسبب أضرار للناس، المفروض نخلع عنه. فدي حاجه بتاذينا، والمفروض انا لو ابني مسافر وجاي اسلم عليه واخده في حضني، واحد صديقي مسافر ما شفتوش بقالي سنه او سنتين واحضنه ما فيش فيها مشكله. اما احنا يعني بلغنا في العاده دي، لانها لدرجه ان لو قابلت الواحد صديق لي 10 مرات في اليوم لازم اسلم عليه وابوسه، والا هيعتقد ان انا زعلان منه. احنا بنقابل بعض، حتى احنا كنواب بنقابل بعض وفلان ما بسلمش على فلان، ما بيبوسش فلان ليه؟ ده يبقى زعلان منه. فاحنا مضطرين. وعلى فكره انا كل الناس اللي اتكلمت معاهم في دايرتي في الموضوع ده كله متضايق من العاده السيئه دي، بس خايف يسلم على واحد وما يبوسوش يقول ده زعلان منه. فاحنا طب بالنسبه لبوس الست والست، يعني حضرتك كمان هتمنع انه الستات يبوسوا بعضها؟ والله لو انت بتبوسي اختك ما فيش مشكله، انما مش في شغلك كل اللي تقابلك تسلم عليها، ما هي نفس الشيء تسلمي عليها وتبوسيها. لو اللي انت بس بينك وبينها علاقه عائليه او صداقه حميمه قوي، لو اقتصر الامر على هذا ما فيش مشكله، انما الامر بقى يعني انت ما بتحرموش، انت بس شايفه عاده سيئه، وانه يعني بتحرمه من ناحيه صحيه، يعني انه صحيا مش حلو، صحيا غلط.
سيادة النائب متحدثا باسم الدين او انا لست متخصصا. طب حضرتك ممكن تقدم مشروع بمشروع قانون في مجلس النواب بيجرم البوس؟ انا بتكلم من المصلحه العامه والحفاظ على صحه الانسان المصري. طب انا سؤال لحضرتك بس اخيرا، هل حضرتك ممكن تقدم مشروع يجرم البوس في مجلس النواب؟ لا، هي مش ما تصلش للتجريم، لكن اقدم طلب احاطه الوزير الصحه والوزير الاوقاف، احطهم علما بان هذا العاده السيئه في الشعب المصري بتضر بصحه الانسان المصري، والمفروض وزاره الاوقاف بصفتها جهه شرعيه وهي المسؤوله عن الدين والشرع، اذا رات من وجهه نظرهم ان دي حاجه كل ما يضر الانسان فهو حرام، زي التدخين مثلا، التدخين اللي اظهر والاوقاف حرموه شرعا بالمقارنه انه بيضر صحه الانسان، فكل ما يضر صحه الانسان فهو حرام. فاذا كان البوس هيؤدي بالايذاء الى الناس، ففي الحاله دي يبقى زيه زي التدخين، وخصوصا انه مش مكلفنا في اننا نمنعه او نبطلها كعاده سيئه. وبعدين ايه المشكله في ان انا اسلم عليك بايدي بس، او اسلم على واحد صديقي او واحد صاحبي او واحد معروف؟ ده احنا حضرتك دلوقتي الشعب المصري كله ماشي يبص بعضه. وبعدين بقت اكنها بدا يعني غيرنا السلام من الايد الى الخدود. وبعدين انا بوس مراتي بس، طيب. انما مش المفروض ابوس حد تاني يعني. طيب.